بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذه السيارة فيها صوت، نكتشفه مع بعضنا ونشوف المشكلة منين. السيارة هذه عاملة حادث قبل، وحتى من الأرباك شفتوه خرج، يعني كله يعني توا باش نحاول نوريكم الصوت اللي شو اللي صار لها في الفرن. شفتوه هذا، باش نحاول هذا كيف نكتشفوه مع بعضنا في السيارة هذه كيا بيكانتو. أن هذا الصوت ساعة كامل نسمعوا فيه، الصوت تقرب يعني أن صوت الضربة هذه تسمعوا فيها. الصوت اللي نسمعوا فيه بكري من الواحد اللي بعد يقولكم هذا موجود في وسط الكريمير، تسمعوا فيه موجود في وسط السكات هذا وسط الكريمير. شوفوا نحركوا في الفرن احنا، شوفوا نحركوا فيه هنا، شوفوا الفرن حركة يمين ويسار، حركة عليه تسمعوا فيها الضربة. تو مش يهز الاكس هيك لفوق، هز الاكس هيك، حركة عليه، حركة شفتوه. يعني فما صوت فصل الباق نتاع الكاميرا، يعني الواحد يعني فصل السكاتو اللي داخل الصوت، يعني هذا ما فيش حل الا تغيير الكاميرا. دور الدرع كامل الجهه الاخرى، حرك شفتوها في هذيك الجيبه هذيك. هذه الصوت اللي تسمعوا فيه هو فصل الكاميرا اللي داخل. أحيانا ما الإنسان يبدأ عنده صوت ولا حاجة في الكريمير، هذه راهي ساعتها تخف، هذه تولي كأنها كريمير أو كأنها كروزيون، هذه البنونة هذه. في كل سكاتولات موجوده هذه، في كل كريميرات موجوده هذه نتفقدوها ونشوفوها مرخوفه ولا لا. بالنسبه مش نوريكم حاجه اللي هي في الحادث تصير باش تحمي السائق من ضربان صدره في عجله القياده ولا الفرون. هم عاملين حاجه اسمها سيكوريتي، هذه شفتوها، هذه فيها سنون، هذه هي سيكوريتي، هي امان. شنو هو اللي معمول هنا؟ النجم كانوا يعملوه قطعه كامله للاخر، ينجموا يعملوا قطعه كامله للاخر، يقدروا يعملوا قطعه كامله. عاملين السنون هذوما باش كي يصير حادث وتجي من قدام تدخل هذه في مكانها، وما تخرجش عند السائق الفوق، لان لو كانت قطعه كامله هذه تولي الضربه كي تجي طول تمشي لعجله القياده الفوق وتخرج عند السائق. فهم يعملوا المكان هذا باش تدخل باش تمتص الحادث، هي القطعه هذه تمتص الحادث، فهو يدخل هذا في مكانه. كي يدخل شو يولي عنده هنا لوطه في كورازيو مثلا، فما تلقى عنده لوطه هذه عندها هنا،